النوع اللي بعد كده اسمه شيء كوفير، الشيء كوفير من اسمه كده اللي هو في السلسله، هو شبيه قوي للبيت كوفير، فعشان كده الديزاين بتاعه مش نفسه، بس انا اعرف النظر بتاعه، يعني الشيء كوفير فيها ايه، شكلها ايه، استخدمها في ايه. الشيء كوفير له نوعين، في نوع اسمه ابل كوفير وفلاي كوفير زي ما بتقول كده اللون الاحمر ده، فبقول ان انا عملته يعني الحاجات اللي احنا عايزين نفوكس عليها اللون الاحمر. فهي مثلا لو احنا اتكلمنا على الابل كوفير. الأمر كوفير نص على طول كده على شكله، شكله كده ايه؟ شكله ايه؟ شكله بيلد قوي بس ايه فرق؟ مش معمول من ربر. البيلد لازم ما يبقاش ربر، هو رايح ستايل كمان من ربر لازم جواه حشو من قطن او مايل من غير خالص. مفيش أي كلام كله معمول من معدن أو معمول من ايه؟ زي ما انتم شايفين هو من سلسلة خشبية. وطبعا شايفين الجوانب عاملة ازاي؟ فيها جوانب يعني في رقص او يعني فرنشات في الجنب ده وفي الجنب ده عشان تقفل والتاني تقدر تشيل عليه قطعه من غير ما يتجلد منه. الكلام المهم عليه ايه؟ ما هو انت تستخدمه انت لو زي ما كنت عندك ممكن يجي لك حاجات ضم كبيره ممكن يجي لك حاجات ستيكي وممكن كمان او حاجات سخنه او بيسك بحيث ان الحاجات دي هتبوظ بيت مثلا لو استخدمت الحاجات دي بيت فساعتها الحاجات هتبوظ البيت ده. فيبقى شايف عشان البيت عشان ما يكونش منك تغير كل شويه يبقى انسب انك تستخدم ايه؟ الابر كوفير. طب كاسئله تسال ان هو كده بيستخدم في ايه؟ او ايه النوع اللي بيستخدم في حاله ان حاجات سخنه او بيت هتبوظ البيت؟ النوع الثاني اسمه الفلاي كوفير. احنا زي ما اتكلمنا على كده شيء كوفير. شيء كوفير منها نوعين الابر والفلاي. التاني موضوع فلايت كونفير اسمه كده فلايت يعني ايه؟ فلايت يعني حاجه طايره. ففلايت كونفير في سلسله برضه لو ركزنا في الصوره كده لو في سلسله بس السلسله دي مش عارف فيها زي المصطبلات كده شايفين المصطبلات الغرف دي هي المصطبلات كده هي والصوره بتتساق قدام المصطبلات قدام الفلايت وهي مربوطه من هنا وهنا بالسلسله كده يعني ايه سلسله مش عارف فيها يعني هي طايره مش عارف الغرف وصوت سهل قدامنا بعد كده ده زي مقشف زي مقشف ورا بعض متخيلين؟ ممكن برضه نشوف شكل تاني كده كده السجاده اقطع شويه يعني صوت بتتقطع على الرصيف اللي في النص ده في بلاتفورم كده في النص والسلسله اللي هي بتبقى ازرق وشعر في السلسله الفلوكس اللي هي من فوق الصوره اللي قدامنا. طب ده ينفع كل الحاجات ولا ينفع انت ما ينفعش؟ لو حاجه متكلفه ممكن هو بص هو بيخش ببساطه كده ببطء فايه بقى لو حاجه ستيكي ينفع ولا ما ينفعش؟ حاجه ستيكي يعني حاجه بتلزق مش هتنفع كده هتفضل لازقه معاها مش هتتحرك فده بينفع انت زي الموز زي الفيس بوك في فلو بتقول في فلو ممكن في فلو مهمه يعني في اوبتيم بتتحرك في الارض في فلو ممكن هي بتتحرك بحريه ما عندهاش مش ناعمه قوي مش هتلزق مش ابيزف يعني فلو ما عندهاش مشكله كل ما عندهاش مشاكل يعني مش هتعمل مشاكل ولا اخبار للحاجه اللي بتمشي عليها. فهي دي الويز ستيكي او موش او فرنتيش ويز ستيكي بيزا ممكن يعني فيها كوره او حاجه فيها كوره برضه بس لو حاجه قشه حاجه قشه ممكن مع الزقه دي تتكسر على طول. دي مشكله كده في الفلايت كوفير. هي انا مش متخيله هي بتتزق ازاي اصلا. بصي هنا على الصوره دي على الصوره الثانيه بس شايف حته الصوره اللي في النص الصوره دي فين؟ بعدين السلسله بتتحرك بتتحرك معاها حاجات الحمراء حاجات الحمراء دي هي الفلايت تزق معاها الصوره احمر هو اللي بيزق الصوره خلاص؟ يجي بعد كده البط الجيتر بعد كده بقى الديزاين بتاعه فالديزاين سهل جدا مضبوطين كده مفيش طبعا طالما يعني بعد كده الديزاين بتاعه اي حاجه بتكون سهله يعني مفيش حاجه كان أطول من البنت من فين؟ فهلاقي الدنيا مفتوحة خالص والتقنية كده بنفس بس مثلا الكباستي بتاعك الحقيقي ولا حاجة والطول وخلاص مفيش صورة. نبص كده بس لشكله ده كده شكله طبعا هو فيرتيكال بس. الانبوت بيكون من تحت بعدين الباكت مين تطلع تنزل فوق طبعا غير بتكون سايد بس
زي البيت بالظبط بس مقلوب، زي البيت بس مقلوب، بس العاب مش عارف ايه الستايل كده وعيب، ده شكل العاب على الفاضي. ده ديسكريبشن. بس نبص احسن ديسكريبشن يعني هو بيوصل لك ان في منه ثلاث انواع. عايزاكم تركزوا كده ولو حد لاحظ ايه الفرق بين دول. بصوا هو في نوع اللي هو على الشمال ده سنتريفيكال تشارت تايب، ده نوع عادي احنا بنفهم الفيديو بابس ورا بعض وفي بقره فوق وبقره تحت، طبعا هو هنا مختلف عن البيت شويه بس يعني فاكر برضه بقرتين وسلسله والعيال مركبه بسلسلتين من السلسله من ناحيتين. ايه الفرق بقى ما بين يعني اكيد ده اللي على الشمال هو شكله طبيعي، ايه الفرق ما بينه وبين اللي في النص وبين اللي على اليمين؟ شكل العينين خالص ايه اللي بيتنقش؟ لا مش فده الناس الأقل اللي هو النوع الوحيد اللي اسمه مونتيال سيكشوال، هو اللي بيديها سيكشوال أي نوع بيبقى وناس متخيلة اللي خايفة خايفة بس كده يبقى هو مونتيال سيكشوال. طيب اللي في النص إيه الحاجة اللي في النص في البابل اللي في النص مختلفة؟ شايفين في سمول دي كده عجلة صغيرة فوق شايفينها؟ بصوا على الرايت كل اللي فوق في عجلة فوق صغيرة جاية تحتيها بتعمل إيه؟ أيوه بتخلي القلبة بتاعت العلبة ان هو العادي لو العلبة توصل لحد فوق غير نوع طبيعي عادي هتوصل للميكا شويه وبالميكا وتكمل، لكن لو بتديها تخلي الراب انجل تكبر شويه تخلي اللفه تزيد شويه فالعلبه تبقى كده بتعمل كده تنزل المشايخه، فده كده بنعمل ايه؟ كل انجو اكتر لو في لفه توسع اكتر ساعتها كده نستخدم الحاله دي لو حاجه بالظبط حاجه تفتكر حاجه انا منعت في كلون مش في كلون مش تنزل بسهوله وقتها محتاجه ان هي اديها جت فرصه اكتر. واضح كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ يبقى النوع اللي على الشمال ده هو العادي، النوع اللي في النص فيه حاجه صغيره فوق عشان تسمح ان كل عينه لما بتبتدي تزود اكتر ويبقى الصوره معرضه للجرافت اكتر وتنزل اسهل. النوع اللي على اليمين ده اسمه كونتينوس استشار، عارف اسامي في النص الوسط الاستشار اللي هو في العقل اللي فوق، النوع اللي هو 13 ده كونتينوس مفيش مسافات ما بين كل بابل والثانيه. بدرجة كل عينة بتقلب على بعضها وقتها اللي بعديها كله بيقلب على بعضها بعضها عشان يبقى عايز كباسة عالية جدا. الشرح هنا عندك في السؤال اللي قبله بيقول لك أول حاجة بنعرفها عندي كتير The first type is used only for free flowable material. النوع التاني هو بتاع العجلة الصغيرة ده الماتيريال لو كانت نوع free flowable. هنا التاني نوع لو عندك هاي كباسة في مشكلة كده نيجي للديزاين بتاع الباك ابليكيتورز. أول حاجة عايزين نعرفها دايمنشنز والبطن، العلبة نفسها عدد كده ازاي؟ بص كده على الرسم المرسوم ده، تخيل معايا كده العلبة، العلبة ليها طول، الطول بتاعها اسمه بي، وبعد كده هنا العلبة، طبعاً الفاضل هنا أكيد، طبعاً هو شكله كيرف كده من تحت وهو شكله مقفوش من فوق، زي ما شفنا في الفيديو، ليها بقى عرض مثلاً وارتفاع، فالعرض قد الارتفاع، هي الفاضل شكله كده، طوله زي طول طويل بعد كده العرض بتاعها والارتفاع زي بعض. تمام؟ فالعرض بتاعها والارتفاع اللي هم زي بعض دول A في A وطولها B. وعندهم مفهوم ان هنا بقى ممكن ابعاد A بكام وB بكام. بيقول لك هنا لو انت عندك بامب وسايز صغيره بيبقى العلبة ابعادها بين 135 في 100 في 100 100 في 100 اللي هم ايه وايه؟ ده مرتين. فاهمين الحته دي؟ هي ابعادها B في A في A اللي هي عندها مرتين متساويين وسمول A. لو عملت حاجات ناعمه ممكن العلبه تبقى صغيره، لو عملت حاجات نمبي كبيره كل برضه تركيز الزود كده 5 سم واحده بس ساعتها لازم تبقى بمنطق برضه ده منطق يعني. السبيسز ما بين كل واحده والثانيه بتبقى من كام زي ما احنا شايفين؟ من 300 ل 450 مللي اللي يعني 30 سم ل 45 سم ما بين كل واحده علبه والثانيه. المسافات دي كانت مفروض ما بنقسمش لو كنا بنعمل ديزاين، لكن لو انت فاهم بقول لك طبعا كل سبيسز عشان تبين المساحه. واضح الكلام؟ هي دي نفوس صغيره صح؟ لو واحده زاويه. كده من تحت. يعني من تحت كده. ايوه في الميه.
الروم دي هي بتاعتك اسمها كاباستي، هو بيقول لك اهو الكاباستي باقي كاباستي المعادله في الفورم ايكويشن، المعادله بتاعتك هنا باقي كاباستي. المعادله فانكشن في ايه؟ فانكشن في الجاس السوليد. لو بدأنا كده المعادله دي C equal 1.5 ده كونستنت امبيريال وتبقى ليفل. الماس اللي هنا الماس السوليد طبعا كيلو جرام في سكند عشان نظبط الوحدات ما تبقاش طن. الايس مولتي تيل سبيسنج، ففي سبيسنج زي كده السبيسنج يكون العاده والثانيه لما قلنا حتى اسئله ساعات يعني مش موجوده في المسائل هنا ان العدد كام؟ عدد كام عشان تجيبه؟ عدد الباكتس كام؟ 100 زي اللي بتبقى 60 على 100 يعني مش موجوده في المقدرات كام؟ نقعد نحسب العدد اللي هي كام علبه؟ التو كله بتاع السلسله كلها على سبيسنج ده بيبقى دي ما فيهاش مش يعني بقى ماينس 1 مش ماينس 1 السلسله فوق البقره، السلسله فوق البقره كلها فيها عين متخيلين غير العدد خالص، انت اسم عين كله عين سبيس تحت عدد مين السرعه، السرعه اللي ماشي بيها الباكت الفيديو يعني، وهنا الروبال والباكت بيتس بالسولف. طيب دي معروفه الباك دينستي مثلا معروفه كام؟ وستيفن بيقول انا هاخد لك من 300 ل 450 ميجا. نعملها اسامبشن السرعه بقى، السرعه نفس الكلام برضه نعملها اسامبشن، السرعه بتكون من بتكون معاك فلوسك كده ليه؟ حد يفكر كده معايا؟ السرعه بتكون من واحد لحد 0.2 متر في الثانيه، طب ليه كده؟ ليه معاك فلوسك كده؟ هي واحده تاخد بص كده هي مرتبطه بايه؟ مرتبطه بالفلويد اللي انت شغال بيه. هي يعني السرعه مرتبطه لو انت عندك ناس فلويد عالي، لو انت بتحمل شاي كتير قوي شاي كتير في فلويد عالي فبس عالي ساعتها لازم ايه احسن ايه؟ يمشي فوق حاجه شايله كتير، حاجه شايله كتير هو المطلوب هو عبوه عندك 5 حصان مثلا، فلو حاجه شايله 5 حصان دول كتير فطبيعي هيمشي بسرعه كتير. وانت بتعمل زي ما بتعمل زي كده برضه لو انت عندك بس عالية يبقى تقلل سرعه شويه في الاسامشن بتاعك عشان الباور ما تضربش معاك. لكن لو الحجم يبقى فيه 15 بار في الاول هنا جاي احلى يعني السرعه عاليه بالنسبه لي واحد سنة لو حجم 5 فكل لما يشيل حجم يمشي اسرع. واضح كده؟ دي مشكله في التنافس ده. طيب ايه المطلوب هنا؟ بنقول دي ماكس سي ماكس انا جايب السي هنا
كانتش معروف الجين بتبوظ كل المعروف. فدول بقى دول جابوا من ايه؟ ماسك باكيت بلس الباكيت تشين، دي طريقه سهله ليها، طريقه تقليديه او تقليديه. الباكيت مع ان تشين بتيجي على بعض مره واحده يعني من 2 ل 2.5، يعني بتعملها اسامبشن 2.3 2.2 من مين بقى؟ من الماسك سوليد. بس بشرط ان الماسك سوليد تكون كيلو جرام بير سكند. بص مسائل ديزاين بقى وكل معادلات الديزاين بتكون جاي من البريكا، يعني هي حكايه تفسير براكتس، يعني نعمل خيارات حاجات مع حاجات حاجات مع حاجات، بس لو احد حسونا النتيجه ده احسن تغيير دي. وانها بتدفع بالجرارات بتدي ارقام صح مع البراكتيكال ابلكيشنز. فدي هتكون كيلو جرام بير سكند طلعنا دي على طول. الحته بقى دي بتاعتها ايه؟ خلي بالك هنا محتاج ايه؟ عشان التي درايف ده، التي درايف ده يطلع من يوتيوب، فلازم تحط الماس كيلو جرام بير متر زي بير كيلو متر. الاتش بالمتر والجي متر بير سكند سكوير، هيطلع كيلو جرام ان في كيلو جرام. احنا بنحتاج الجيم ده شغال على الجيم ده، دي مع ده، ده يبقى موجود. فتبقى كيلو جرام ماس تاكسيرات ام جي، هي دي كده النيوتن، النيوتن كيلو جرام ميتر بير سكند سكوير. فلازم دي كده تكون كده تطلع على طول بالمكتب بتاعتنا دي، هتطلع دي كيلو جرام بير متر. دي بقى عاملها ازاي كيلو جرام بير متر؟ فاكرين دي في البيت كونفير عاملاها ازاي؟ الماس على الفي، الماس دي بتكون كيلو جرام بير سكند سوليد على الفي ميتر بير سكند، ده مع ده تطلع كيلو جرام بير متر. دي نفس الكلام، هي هتطلع من المعادله دي كيلو جرام بير متر، ما تلعبش فيها تاني. خلاص؟ بس تعوض تجيب كيلو درايف تحطه هنا يبقى كده خلص. واضح كده الكلام ده؟ لو مش واضح ركز في المساله مع بعض. عندنا برضه الاليفيتر في الكولات 20 سم في الارض، 20 سم في الارض تاني ماجنسايت وسط افنج برضه 10000 برضه ما تقدرش تستخدمه في حاجه، بس عشان تبقى عارف انت الجنينه بتاعتك كبيره ولا صغيره. كل ما انت غلطت في الصوت بتاعك قال لي 20 جنيه، هبقى عارف ان هي هتكون صغيره مش كبيره، يعني تكون في نص الجنب اللي فوق مش تبقى تحت او مش تبقى عارف ايه الحته دي. هاي 20 متر. ايه 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 بص تاني، بص كده مع بعض الروبر جاب ايه تاني عندنا؟ select the state of the buckets and calculate the bulb. عايزين البوكت dimension بوكت مع بعض ايه يعني ال A في ال A في ال B، وعايزين كمان الباور ايه المطلوب بتاعتنا؟ القانون مطلوب بصدنا ان هي كمان، بس لازم اعمل شويه اسامبشن لحاجات. معنى اسامبشن ايه؟ الاسامبشن بتكون على سبيسنج بيسنج 350، خدها كام؟ خدها زي هنا كده 400 مللي او يعني 4 متر. خلاص؟ كمان السرعه دي بتفرق، السرعه المفروض كام؟ يعني 1 و 2 يعني رقم قليل. ممكن اخد اوصل على رقم الارقام يعني هنا من 3 بوينت 5 فمفيش مشكله، يعني لو انت غلطان بوينت 7 مفيش مشكله، بس انا هاخدها هنا بوينت 5 اللي هي ما بين بوينت 2 و 1 حاجه في النص معايا كده. عايز تضرب بوينت 7 مفيش مشكله. بعد كده هو بقى لو عايز البناء دي هقف على بوينت سي 1.25 في الماس عندي 20000 على فكره في كيلو جرام وفي 3600 تمام. بعد كده السبيسنج بتاعتك اللي هي بوينت 4، وتحت في عندك كمان السرعه اللي انا قلتها بوينت 5
يبقى الابعاد كام بتاعتنا؟ 145 145 145 نعم. السبيسنج لو احنا فضلنا من الاول 400 فرضا انا حطها 150 بعد كده لقيتها ليه؟ لقيتها طالعه من الجدول 3.5 قدامها 400 يعني السبيسنج اللي طالعه من الجدول مش لاقي السبيسنج اللي فرضناها ساعتها ايه الحل؟ الحل بتاع البرايس ده السبيسنج اللي طالعه من الجدول تعيد تاني بس عشان كده يعني بالظبط انت قاعد انا قاعد مصور على جنب انا ديزاين لو انت قاعد لكن لو مسألة امتحان كفايه معايا واحده وخلاص بتكون مختلف عن الجدول لو مظبوط انت قاعد مصور قد ايه مثلا بغير لا ما فيش هي ما بغيرش بتاع ما بغيرش يعني انا بقول لك كده بس انا قلت لك بس الجدول اعمل تفضل بيه انا مضبوط اه الرقم بالظبط صح انا اسمع الرقم دي واخد الرقم من الرقم اه المعادلة دي في البعض تكون جيبن بالوحدات بتاعتها؟ اه نقبل ها فكروا في هذا الوحدة هو ماشي في مستعد عشان تشوف ايه اللي فيه وبتده ليه بقى فكده ايه بقى بقينا ايه دلوقتي؟ بقينا مورس بول اللي هي صورة نفسها جبتها الاول انا هحل بقى على القوانين دي في حالتنا دي الناس صورتها هتبقى ال 20000 على 3600 على السرعة على 100.5 تطلع الناس في سكولت 11 كيلو جرام برميل هاي برميل بعدين نجي كل مع بعض هاخدها مثلا 2.2 في الناس في سكولت اللي هي 20000 عشان كده بالكيلو جرام على 3600 كمان ده هتلاقيه طالع كام؟ 12 يبقى تي درايف هتبقى 11 12 في الاتش بتاعتنا هي 20 متر مرتفع في الجي يطلع التي 4500 تقريبا نيوتن تاخد ده ناخد فوق تبقى 4 هكتر 4500 32 في الدروس بتاعتنا هي نص من الاول على 7500 تقريبا في الافشنسي وابتدينا نعمل الافشنسي هنا بوين 8.5 كده بوين 8 مش مشكله براحتك تطلع الباور بالتقريب مش عكس بقى 6.6 مورس باور تسيبها كده تقرب لاقرب رقم طالما تحت 10 تقرب لاقرب واحد يعني تطلع 4.5 انا مش فاهمه الجدول لازم تبقى لا 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 خدي اكتر وخلاص ده كمان مفيش تدريش هنا او خط مش هنا حاجه ما يكون في علاقه ما بين اي خط مستقيم مش هعرفك ان خط مستقيم هنا مفيش الكلام ده خالص تعرف الاقرب يعني لو طلعت الفرق ونص تعمل اثنين معاك الواحد ونص لتر تعمل اثنين سامعين؟ في اسئله تاني؟ الانواع اللي قبل كده زي ما بيقول لك كورس بيكون فيه ديفرنت فروم ذا بي اس بي ستادي تايبس لان هو دازنت بروسيسز او بروسيسز افليكس بالبوينت مفيش افليكس بالبوينت ريمبر مفيش بقر تاني مش بقر في الاول وبقر في الاخر زي الكلام اللي كان في الفات ده مختلف في ايه؟ مختلف لان هو خلاص مفيش بوينت ريمبر في ايه؟ في شرط في شرط مصورة كده بتلف حوالين نفسها ومتركز فيها زي برينا زي برينا او زي دراعات عارفين المفرمه هو بالظبط متركب عليها الشكل كده اللي هو الحاجات اللي بتلف دي اللي بنسميها فلايس فلايس يعني حاجات كده اللي هي متركبه على الطاق وبتلف حوالين بعضها حوالين بتبقى معاها الشكل انا متخيل انتوا متخيلين يعني معايا انا بقول بس هنشوف ايه دلوقتي اوقات مش واخد بالي المهم ان هو الجلسه بتاعته ما بتعديش 200 درجه ساعة وهو ممكن يشتغل بالفرونتال ممكن يتبني برضه ايه تاني كلام مهم عليه كده زي ما احنا شايفين بص لو تبص كده ركزت تحت او شكل الفلايت او شكل الريشه هي الريشه هي المراحل الريشه دي ممكن
كده تكون عامل زي التيرس كده على حسب الحاجه اللي انت بتدينها. لو حاجه مثلا مش ليك لون غير شكل البدايه دي هي بدايه. ده شكل تاني شويه يقرب شويه شكل الريشه من جوه. شكل الشخص شايفينه اللي هو تحتيه اللي هي ريشه راكبه عليه. وبعد كده في عيله بقى بكون فيها ممكن تغطى خالص لو انت عندك الصوره دي سامه او بتعمل قصي او كده. اللي هو بتاعك بيبقى مفتحه تيجي على الشمال والارض بيبقى مفتحه تحت عليه. بس هنا الحته دي مهمه جدا وفي اسئله كتير في المكان ان هو اي نوع مفيد اللي بيبقى خلال الميكسنج. لو انت عايز تخرج اثنين صور مع بعض هو الصوت اللي يطلع. انت كده بتعمل كلام مفتوح مظبوط. انت ممكن عايز تجيب شويه حاجات في الوسط سهله. فهنا كمان ممكن يكون في كذا فتحه في كذا جنب يعني جنب هنا وبعد كده في نوع ثاني شغل ويمشوا مع بعض ويتفرجوا مع بعض ويحصل ميكسنج. ممكن كمان تستخدمه في الهيتنج او الكولينج. ازاي؟ انك ممكن تستخدم الشط ده تمشي فيه ميه بارده لو انت عايز تجربها او تمشي ميه سخنه لو انت عايز تستخدم السوليد ده. ممكن تشتغل ايه في تشينج. فبالتالي هنا السكوب كونفير هي بوست بيوز في الميكسنج. ده النوع الوحيد اللي بيفضل الميكسنج او دراي او هيتنج سوليد لان هو او كولد فلويد كان بي سيركوليتد جوه السنترال شط. يكون السنترال شط مفتوح من جوه ويمشي فيه فلويد سخنه او بارده. طبعا لو حاجات تانية بيكون دستي مسحوق يعني ينفع تغطيه زي ما في المسطوره دي مثلا كده في غطا اهو ناس بتحلل الحاجات بس. زي بره لو سخن احنا شرحنا اهو غير كده كلامنا بيكون زي بره لو سخن السوليد بره والسنترا الشخص ده الشخص ده مفتوح هول هول اسطوانه مفرغه ماشي فيها ليه قدام السوليد بره. نيجي بقى للحسابات بتاعتنا. محتاجين نعرف الفلايت دامبر. الفلايت دامبر هو الريشه. الريشه الدامبر بتاعها قد ايه؟ محتاجين كمان نعرف نركز معاه عشان نخلص الديزاين بتاعه. الديزاين بتاعه محتاج تعرف كل ريشه الدامبر بتاعها محتاج تعرف المسافه بين كل ريشه والتانيه. هي اسمها قهوه او اللي هي بيتش. محتاج تعرف كل مسافه بين كل ريشه والتانيه. كمان محتاج تعرف الفراغ دامبر. الفراغ دامبر العلبه. تفتكر العلبه دي محتاجه معاها؟ العلبه بتبقى كام مثلا؟ لو عايز الدم بتاع الريشه العلبه تبقى كام؟ هو مش كويس في الفلوس بس من ناحيه كل ناحيه. يعني اقدر 10 مللي هنا 10 مللي مش محتاجه. بعد كده محتاجين عشان نحسب الفرق دامتر اللي هو الريشه الدم بتاعها قد ايه؟ المعادله عندنا بس برضه الخطوه اللي بين كل ريشه والثانيه المسافه بين كل ريشه والثانيه بناخدها في عشان نحط دامتر. ممكن ناخدها قبل دامتر يعني مثلا بين كل واحده والثانيه يعني لو بصينا كده هنا على الرسم ده المسافه بين كل ريشه والثانيه هي نفسها زي الدامبر بتاع الريشه نفسها ممكن نمشي بيه او نقربهم شويه من بعض وناخدها بوينت تماما من الجنب البدايه ايه البدايه شويه؟ انت قرب البدايه شويه من بعض. ايوه لو عايز تحرك الساعه في الحركه لو هو سوليد بارت نص ليه جوه فساعتها تخلي المساحه بين كل ريشه والثانيه مش هتاخد دامبر هتقف بس هنا تخليها بوينت تماما الكلام ده مكتوب. يعني بعد كده انا مشيت شويه عارف في البيت وحته التثبيت يعني تعرف الشوط لو وقفنا هنا لان الشوط متشعب ولازم يتثبت على المسافات على المسافات ما ينفعش تشيل حاجه طويله ورفيعه من غير تثبيت في النص عشان ما يحصلش عقل. فهنا لو ركزت هتلاقي ان هو الشوط راكب في بيت والبيت ده متشعب في شماعه كده كده شماعه خلف شماعه بالظبط. لازم فين بقى في جوانب جوانب العلبه شايفين؟ لا خالص. يعني؟ يعني انا مثلا بسند لك يعني مش جنب كل واحده واحده هي بتبقى هنا بتبقى 24 كل 3 متر عشان اكلهم شقه اهو وشقه طويله قوي كده مسكهم حته فوق يعني مش على يعني سبورت سبورت بالظبط للشهر فده الشهر اللي مكتوب هنا. في حاجه اسمها فيلينج ريشيو. الفيلينج ريشيو معناها كميه صوره قد ايه بالنسبه للكروس سكشن اللي هل لما احنا شفنا الفيديو من شويه او لو شفنا الصور دي كده هل الصوره الماليه كل البتاع محشوره كلها في كل حته في الحته لا بتكون اخرها مثلا في الشهر 40% دي الفيلينج ريشيو معناها كده الصوره الماليه قد ايه للكروس سكشن اللي بتكون غالبا 40% للفيلينج لون بصوره عشان ناخد المعدات معانا بعد كده بتاعت الحسابات. هنا عندنا الفيلم ليش يكون بوينت 4 لو هو فيه فلوج سوليد لو مش فيه فلوج سوليد بيس شويه بوينت 3 او بوينت 5 او بوينت 1 3
على حسب صمودنا السوليد ده والهاندل بتاعه. كل ما يعني كل ما السوليد يبقى الهاندل بتاعه اصعب بتبتدي تشوف تقل عشان ما تضغطش على الكونشنتين اسهل. هذا منطقي لو حاجه مش بتلاقي معاك بسهوله بقلل كميتها مش تبقى كتير لما تفضل قشوره ما تخرجش. بس لكن انا لو ما عملتهاش كده كان قاعد خلاص انا ضغطت اربع جنيه. نكمل عندنا حاجه مهمه عايزين نعرفها غير الايشو هو الفلانجز دي وظيفتها بس ان هي تنقل ما بتاثرش في حجم البودي مظبوط كده ولا لا انا فاهم يعني قصدي مش بتصغره مثلا او السوليد اللي بيبقى بدون طريقه بس بدون مده نفسيه. هو بيقول لك انا على فكره الشوك كونفير انا كنتها في اول محاضره خالص تنفع لو انت عايز لو الحاجه دي عايز تفضل زي نفس السوليد ده ما ينفعش الشوك كونفير لا قصه انت بتدخل لو حاجه شكلها مثلا السنترال زي كراش جيمز كده حاجه عشان كده تكون فرص وهم فرص زي الحاجات اول شيء كده مش هتنفع. سكرو كونفير وانت عايز الشكل ده سيرفر يبقى زي ما هو ما ينفعش سكرو كونفير لا لازم هاي هاي بس سنترال. بعد كده عندنا الجدول اللي هو فيه الفيد فيد انا مهمه جدا بس الفيد هنا مش صعب على الار بي ام هو بيلف جنب ار بي ام كام ده بيلف سيرفر فهو معاه الكباستي وصلنا كده لما تلاقي الكباستي كام وبتقرا على طول طبعا زي ما انتم شايفين كده الكباسي بتزيد ماشي ممكن السرعه تزيد شويه لكن لحد ليفل معين ما ينفعش تزود سرعه قوي عند كباسي عاليه عشان زي ما انت فاهم كباسي عاليه قوي بتشيل كتير فلما تزود السرعه طلعت باور كبيره جدا تضرب الباور معاك تاني فلازم يعني خلاص زي كده تطلعه من كده شيلته كتير تبطله عشان ما يجيش باور عالي هو ده كده انت مش هتفكر فيها دي مش محتاجه حاجه انت بتعرف كباسي كام روح كده شوف الار بي ام كام خلاص هي طبعا الار بي ام بمان. بصوا بقى في كده الناس اللي بتاع السوليد في نظام السكند مع كده الكلام ده بتاع الفلايت اللي احنا عايزينه ريشه اللي رسمناها ايه شويه بتاع العادي كده اللي لزق في الشوط طبعا دي برضه معروفه دي بقى الفضل يعني كل واحد ما يعملش دي كده نجاتيه ايه يا اما دي يا اما بوينت 8 دي انت بتبقى دي لو كانت في فلو لو مش في فلو يبقى دي تمام الان دي ار بي اس بير سكند من ايه؟ من الجدول وصلت كده دي سبيد دي سبيد اللي من الجدول الاف دي الثاني يمشي فيها بوينت 4 لو كان كام؟ لو كان في فلو بوينت 4 او 3 احسن من يجيب الثاني. بعد كده احنا عندنا الكونستنت ده اللي هو الكي الكي ده ايكوال 1 ماينس بوينت 1.7 سيتا سيتا تساوي 2 سيتا لو كان جوه لو كان هو مالك يعني هو واحد لو مش مالك والفوق ده خلاص فالسيتا دي بس موجوده في حياتي لو كان السكون طالع غير كده واحد خالص في مشكله كده تعويض بقى كده يبقى عندك ايه ناقص من هنا طالع مين؟ دي اللي هو ده يعني هو ده بعد كده عندك الباور دي انا شرحت شويه هنا فورس انرجي في الكوفيشن فريكشن ما بين الناس والسوليد يعني اللي كان ماشي فيه هو ده الفورس ديستنس يعني ده كان خطوه كده مش عارف ده المفروض المعرفه اللي عايز اعرفها دي بقى الباور ازاي بعدين جوه في كوفيشن فريكشن تاني بلس اور ماينس ساين سيتا السيتا او بلس اور ماينس دي امتى؟ الحاله دي امتى؟ بلس لو طالع فوق ونيجاتيف لو نازل تحت الاف ده كوفيشن فريكشن بيرجع يا اما 2.5 يا اما 4 2.5 ده رقم قليل في حاله الفري فلو لو انت عندك حاجه صعبه ان انت تلزق لازم تعالج كوفيشن فريكشن عشان تعالج باور فبتاخد ساعتها 4 بس كده 4 وكده تحسب نيجي بقى للمسألة. زي كويس بزام في كوفير ترانسبور فلو فلو سيرك بلس سيرك بلس رابع الأسمنت معرفش عن الاختبارات لو كان بتاع أسمنت أو لا بس من غير حاجة تدريب رابع الأسمنت اللي هو الفلو سيرك بلس بتكون حاجة ناعمة جدا حاجة سهلة تلزق وناعم نعمل كيرفاي حاجة فيكم متغيرة عايزين ايه الفلو سيرك بلس سيرك بلس ده هو كده ناعم وورا مباراة اسمان بتكون قراءة ناعم خفيف وأجريسيف في كل مكان في الدنيا. يعني على الأقل 99%
كده ايه لو كان فيها مشاكل ثانيه كده ما تحطش الفرين جسم وده اربعه لا وده بقول ثلاثه ما تاخدش ده من النص كده اربعه كده الروبه بتاعتك 400 ماشي الرزون ده مسافه 30 متر دي هي ال ودي اللي كانت قانون الجسم ماشي بيه ريت 10 طن باور احسب السمود دايمتر والتراف دايمتر ايه التراف؟ التراف دايمتر معناها العلبة يعني احنا عايزين ده اكزامبل كام 3 5 عايزين السمود دايمتر دي بعدين التراف دايمتر العلبة بعدين عايزين بعد كده عايز مين تاني؟ ها؟ بيتش اولاني خطوه كده دي وبعدين تبقى كده احسن عشان ما تبقاش كده عاملين الباور وبعدين عايزين كمان مين؟ الباور عايزين كل دول خلاص؟ فتيجي هنا عشان تجيب الكلام ده المعادله اللي هنا دي المعادله اللي هنا مطلوب منك ايه؟ بس السؤال اللي هنعوض فيه على طول بس السؤال كام؟ 10 طن 10000 على 3500 وانا على 4 دي سكوير احنا عايزينه الروبوت بتاعتنا كام من فوق كام الروبوت بتاعنا؟ 400 دي بقى شيل الروبوت كام؟ المسافه بين الروبوت التانيه شيل الروبوت كام؟ وال8 دي هعرفه بعض عشان السيما بلس مش ليك دور وبعدين الكيك كام؟ 1 عشان السيما في الفيلم ريشيو هنحطها بوينت 3 لو كنت ثلاثة لو نقدر نحط في فوق من هنا العدد اللي هو واحد بس هو مين؟ دي دي بقى طبعا الكيوب الكيوب بتاعه يطلع كده من هنا وانت لا تطلع كده يعني من هنا تقريبا 350 ايه ده بس انا كده في حاجه مش نشوف حد الجن يجي هنا واحد يبقى كل ده ايه اللي بقى كام؟ نقول لي كام دول؟ 55 على 60 عشان ده بقى السبب وطلع من هنا دي و 3 4 متر اللي هو تقريبا 150 مللي لو ده الاضراب ده بيقدر العلبة بقى العلبة اللي فيها المسكون العلبة بتكون سيب بس المسافة هنا 10 مللي و10 مللي يعني ممكن تاخدها تتخيل خميس العلبة الضربة بتاعها كام؟ أو أعتقد كام كده؟ على طول تساوي 10 مللي و10 مللي بعد كده الفجوة والبيتش دي هتبقى بوينت 8 350 يعني 280 متر بعد كده الباور بتاع القانون ده الباور كده هتبقى الماس بتاعتنا 10000 مقسوم على 3500 في الجي 9.8 من 10 الطول بتاعك كام؟ الطول بتاعك كام في المسألة؟ 30 بيطلع على طول كام 30 7.5 الافشنسي خدناها هنا بوينت 8 وبوينت 8 5 كله شغال البيت بتاعتنا هنحطها 4 عشان احنا في حاله سكين بلس مش كيف لون تطلع الباور بعد التهريب تقريبا كام؟ 5 خلاص ده اللي خلاني اعمل سمو ومفروض ان ده قال لي كده كانت مباني ترانسبورتيشن مباني ترانسبورتيشن هو في قاعده نوع في البيس أغلى نوع ترانسبورتيشن لأن هو بيستخدم زي ما قلنا كده قبل كده هوا عشان كده ده بي مهم برضه عشان ايه يعني حاجات كتير في يمكن مصر عشان حاجات كتير من الأدوية الغذائية عايز حاجات ضغط مقفولة عشان تجيب بطريقة حنينة أكتر فالمهم إن عندك الماتيريال سسبندد ستريم أوف إير هوا الماتيريال بتاعتك مش على فيه ممكن يشتغل السيستم بالنيوماتيك ده لحد 500 متر وممكن تشتغل يدي لك حاجات باوندر 5 مللي لحد او اقل وممكن تشتغل بمسافات مختلفه لحد مسافات حاجات كتير قوي
بعد كده تاني خطوه
بتفرض ضغط دم المصنوعه بتاعتها ضغط دم بتاعها كام؟ الفرق جدا 5 ونص مش مكتوب هنا ولا لا؟ بس المفروض تزودها. هتعمل مثال ايه؟ الفرق بتاع الدم بيكون 5 انش استاندرد يعني الموجود ده استاندرد الحاجات الموجوده 5 ونص. وبعدين بتحولها طبعا لمتر عشان تحطها في القانون ده. الكيوب هنا عباره عن 4 دي سكوير في الفيلوستي. ايه هي الفيلوستي؟ المفروض تطلع متر بتاعك في سكند. انا عايزاك بالمنت معلش عشان بقيت القوانين اللي جايه منت هحط 60 في مشكله كده؟ فكده المعادله دي هطلع لك 60 فيها هطلع لك على طول الكيوب ميتا كيوب تمام؟ المعادله اللي بعد كده بتحسب حاجه اسمها ال الكوفر. ايه اللي كوفر بلينس ده؟ الكوفر بلينس ده هو مين؟ بص كده على الرسمه دي على الرسمه ايوه يعني حطينا قبل كده يعني مثلا 20 افقي 20 نقص وبعدين في كام نجم؟ متجمع في كام نجم هنا؟ 3 ال ال بارت بيسموه كام كتول؟ هي بيقول لك 90 درجه لقيته 7.10 متر ال 45 درجه لقيته ب 4.10 متر ومش كذا فحطها. بعد كده عرفت ان الكون خلينا على شويه مثلا بعدين ادخل على الخطوه رقم 4 اسم حاجه اسمها سوليديشن. سوليديشن كده السول كام بالنسبه للاول؟ بتساوي المعادله دي. المعادله دي هي السي اللي فوق ده سي اللي فوق دي السول كميتها 2 جرام للاول. تحت الكيو ميتا كيو بير مينت اللي هي جايبينها من خطوه من شويه شويه كده وانا جايبين الكيو اهي. فهي بصوا هي معادله بتبوتين بتتكلم شويه بس يعني انا شايفاها مضمونه في الامتحان. اكتر جزء مضمون في الامتحان اللي بعضهم ما فيهاش تفكير. السي زي ما اتفقنا كيلو جرام بالاور سولت. الحته دي مهمه قوي. لو السولت ديش بتاعي رقم 15 بتطلع تطلع تاني لا ده تجي تاني خدوا رقم ركز معايا. السولت خدوا رقم 4 لو السولت ديش بتاعي رقم 15 ترجع تعيد تاني اللي هو خدوا رقم 1. ايه؟ او خدوا رقم 2. هعيد ايه؟ تفضل ضغط دم ده اكتر. ما هو السولت ديش ما ينفعش تطلع 15. عشان السول بالنسبه للاول يبقى خايف يطلع رقم فما يزودوش على 15. بعد كده بنطلع رقم 5 بتكتب البريشر دروب. البريشر دروب بيكون فانكشن من ايه الكوفلنت؟ افهم بقى عن الكوفلنت والدم في التوتر دم متوتر من اتش كيو ميتا كيو بير مينت السول ديش اللي احنا جايبينها من شويه. جبت الدلتا دي، الدلتا دي بقى بص يا اخي السول ديش معدي منه هو ايه ده؟ السول ديش طلع 13 تيجي بقى هنا تلاقي الدلتا دي طالعه 20 يبقى غلط. الدلتا دي برضه ما ينفعش تعدي 15 بي اس ار. الوحدات اللي مظبوطه عن كده وعن بي اس ار. ترجع تعمل ايه؟ حصل بقى كده ترجع تاني برضه من الاول خالص ده. انا المفروض على اساس اول مره ما فيش 5 مش البدايه 5 بعد كده بتعدي. في معادلة تانية بتتزود بتحطوا دي مثلا بتحطوا فيها متر. ستة خمسة ستة. وبعد كده الباور كيو دلتا بي تلاقي كيلو برضه نفس القانون الفلويد كيو دلتا بي 7.5 ده لو ظبط يعني لو دلتا بي ظبط معايا. هم عوضوا بعد كده الحته اللي احنا كده يقول لك هو الدلتا دي ممكن تطلعها بال بي اس ار. المعادله بتاعت الباور اللي هي رقم 3 32 الدلتا دي لازم نحط هنا لفات. فعشان ايه؟ نكمل الرحله يعني خلينا نطور بقى ايه؟ نحاول بقى لفات. فالاسهل الاسهل انك تسوي المعادله الاخيره دي. المعادله رقم 33 دي بيقول لك الباور فرق لو خدت الباور اللي طلع في البي اس ار وخدت الكيو هي ميتا كيو بير مينت وحسبت ان الافشنسي بوينت 7 خلاص الباور دي هتطلع مظبوطه بالبوست باور على طول مخصوص يعني واحده كويس. فبحضر انت عايز تفرض الافشنسي بوينت 7 عليها وتحسب النتيجه دي الافشنسي بوينت 7 وناخد البريشر بي اس ار والكيو على بيها زي ما حسبنا من شويه ميتا كيو بير مينت وخلصنا تطلع لها بوست باور. يعني مفيش هنا خلاص متفق مفيش في بوينت 8 عليك بس ما بتنتجش.
فما الافيشنت بوينت تبع طلع بارت كده، او الافيشنت بوينت هو اللي طلع بارت كده. دي بقى لو انا عايز اقلل عليك قوي، يعني عايز اعرف متضايق قوي وعايز بقى يعني يا اما تبدا تحاول يا اما تيجي تديك النتيجه دي وتعمل نص ما بتجيش. دي المساله بتاعتنا. نعدي عليها بسرعه معلش معلش اللي احنا حاجه وخلصنا اللي خلصنا معلش هتاخد منها خمس دقايق بس. ديزاين ديزاين بيشن من الماب سيستم تكون فيه الاوستيريا جوه وفرونت ستورج ليا للبروسيسنج بلان البيت بتاعك تكون بتاعك تحاول. دي الناس السوليد البارك دينستي 2200 الباص بلاش يبقى بص 100 متر هورزونتال 15 متر فيرتيكال وفي 3 ال كل واحد 90 لما تيجي تجيب ال كل واحد بتعمل ايه؟ تجمع بقى 100 زائد 15 زائد 3 في 7.10 معقد الخطوات ان شاء الله موجوده يعني مش هنحتاج تاني وبعد كده هنا اكس بتاعت لانتا بتاع الضغط والفكريه بتاعت الهواء كيو يعني كيان نزلتها مش هتدور على طول ولا تدور على حاجه فكل خطوه فيها عليك درجات انا اكيد بس تجيب لي درجه قدام بس تجيب درجه البريشر نص او البريشر تجيب درجه اكتر كده هتلاقي هنا مساله خطواتها موجوده كلها اول خطوه في بتساوي 1.168 في الروت هو تجيب اول خطوه في بعد كده السيوب ده بجرامتها 5 انش اللي هي 1.7 متر ارجع للمعادله هات كيلو كيلو كده وهو احسن بعد كده سوري بيش بعد كده طبعا سوري بيش 8 بعد كده كويس يعني انت كل شويه لو عملت لك هتعمل شويه بعد كده توتال الليكس اهو موجود عندنا كله 139 بعد كده احسن بيش البوك طلع 20 ونص نعمل ايه بقى؟ نقعد نعيط جنبها ونرجع تاني عيد من الاول لان انا اعلى 15 فساعتها هتاخد لو انت عايز تعمل خطوات ها مكتوب كام؟ 6 انش ونرجع تاني. هات الكيلو تاني يبقى كيلو صح كده او هنشوف يعني بعد كده عيد تاني هتطلع السوليد انش 6 هتقل والبيش دروب هتقل 12 فكده تمام. النص اه هحسبها في الاخر 150 نص دروب طلع 128 بعد ال 100 ما بنمشيش 500 128 طب 150 على طول بسرعه بس احيانا بتكون المسائل معكوسه يعني ضغط ثلاثة قليل جدا هو لو ضغط ثلاثة قليل جدا فانت مثلا عم تحسب لي هو يلي سرعة الباور كده مثلا يعني حاجة تمشي من ورا خالص فدي مسألة شيء كده مسألة شيء كده مسألة شيء كده مسألة شيء وبعدين انت احسب بقى الحسابات العموم او هات الكيو انت يعني تمشي بالعكس شويه تمشي الباور تجيب منك دلتا بي